İşgalci İsrail güçlerinin Kudüs halkına verdiği Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezaları her geçen gün artıyor. Vaktinin büyük bir kısmını Mescid-i Aksa'da geçiren Kudüslü gençler Aksa'dan ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. وأخذوني بعد بسبب إني كنت متواجد في الأقصى بتمشى في الأقصى بسبب اقتحام المستوطنين ممنوع حد يتواجد في الأقصى وبيعطوه إبعاد عن الأقصى. كنت ماشي أنا وأصحابي اللي هو جاني الشرطي بيحكي لي يعني بنتمشى على سطوح الصخرة وبيحكي لي الشرطي تعال رحنا له وحكينا يمشي معي طلعنا على برا الأقصى بالخطة وأعطونا استدعاء للتحقيق هو المفروض كان اليوم التحقيق رحت أعطوني بعد عن مسجد الأقصى 15 يوم وكان المفروض بعد عن البلدة القديمة بس أنا موافقتش عشان ستي تعبانة هي من سكان باب الخطة أنا موافقتش فشو اسمها أخذت بعد عن الأقصى بس هلا انا تعلمت حب الاقصى من عمامي واهلي وابوي كانوا انا وصغير ياخذوني على الاقصى وياخذوا يعني نروح على الاقصى كثير كنا فانا لما كبرت حبيت الاقصى وصرت انزل على الاقصى كل يوم وعشان كمان جنب دار سيدي حلوة الاقصى هلا عندنا عمي اكثر من مره ابعدوه يعني كثير يعني حوالي 20 مرة أبعدوه كل مرة يبعدوه برمضان كان أكثر يعني كل ما يجي رمضان يبعدوه عن الأقصى كنا متعودين أنا وصالح إن نلتقي في ساحات المسجد الأقصى كنا ندرس مع بعض كنا نقرأ قرآن مع بعض كنا نصلي مع بعض لكن للأسف إحنا حالياً في ساحة الغزالي قاعدين ندرس مع بعض وبنقرأ قرآن مع بعض وبنصلي هلأ مع بعض